بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومولاه. أشرع إخوة الكرام والمحاضرات وخطبة الكرام والمحترمين، أول ما نبدأ به نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه الذي يسر لنا عقيدة لقاءنا هذا ونحن في حاجة في أنفسنا. نسأل الله أن نكون في حاجة في ديننا. وقبل أن نتناول جدول الأعمال أريد أن أذكركم بأنه فيما يعرض لنا من القضايا خلال الأسبوع بين العقاد اللقاءين يعني يسيطر علي هم أساسي، وأعتقد أنكم تشتركونه معي وتشتركون فيه معي، وأرجو منكم أن تتبنوا في سياساتكم بصفة عامة وفي خطاباتكم السياسية مع الجميع. وهو منطق دولة الحق والقانون، لأنه بطبيعة الحال سواء تعلق الأمر بمطالب اجتماعية أو تعلق الأمر بمطالب الشغل أو تعلق الأمر بمطالب التنمية أو تعلق الأمر يعني بأي يعني حوار يجمعه بين الحكومة أو يجمعه بين يعني الفاعلين الاقتصاديين أو الاجتماعيين أو عموم المواطنين، هذه المبادئ راهي أساس ديال القيام ديال الدول. وقديما قيل العدل أساس الملك، والعدل لا يكون في المحكمة وحدها، يكون في كل شيء. والعدل لا يكون بالتعاطف مع الـ مع الـ يعني الأشخاص وإن كانوا عددهم أو قلة. العدل هو قيمة مطلقة وهي أعلى القيم في الكون، وحسب ما يقوله ما هو موجود في التراث فبه قامت السماوات والأرض. ولهذا يجب أن يكون عند إخواننا الوزراء يعني الشجاعة والجرأة الكافية أن يقولوا لكل شخص أو لكل مجموعة أو لكل فئة أو لكل مدينة أو لكل مجموعة من طالب الشغل الأمور اللي عندهم فيها الحق عندهم فيها الحق، الأمور اللي عندهم فيها الحق حاجة اللي ما عندهمش الحق ما عندهمش الحق. هذا يعتبر الضغط ولا 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 الأساليب يعني وسيلة للوصول إلى الأهداف الأخرى في المنطق ديال لي ذراع نتمنى الله ذراع ما شكون الأمور واضحة ماشي غادي ما يحلش مشكل، يمكن يحل المشكل إلى حين، ولكن إما يرجع لك المشكل إما يكبر لك وديك الساعات ما تعرفش كيفاش دير تحل. ولهذا كنوصيكم ولا هذه المسألة هذه أنا غير قابل للمراجعة في هذه القضية، حاجة اللي معقولة معقولة اللي ماشي معقولة ماشي معقولة. وفي نفس الوقت اللي وحنا ماشي خاصنا، الحكومة ماشي خاصنا ديال شي طرف، حنا ماشي خاصنا، ماشي خاصهم ديال المعطلين، ماشي خاصهم ديال السكان ديال كذا، ماشي خاصهم ديال السكان ديال كذا، ماشي خاصهم ديال حتى شي واحد. حنايا مكلفين بالإشراف على شؤونهم، وحتى إذا كان لنا شي خطأ حنايا حنا مستعدين نعترفوا به، ولا نحتاج نعتذروا نعتذروا عليه، ولا نحتاج نعوضوا مالي نعوضوا. حنا هذه الأشياء ما كتضعفش الحكومات، كتكبرها. أنا شخصيا هذه الأشياء لا تخيفني، ولكن هنالك منطق يجب أن يحترم. ليس لأنك معك 100 أو 1000 يمكنك أن تضغط علي بشكل أو بآخر، باش تكون الأمور واضحة، عندك الحق ولو تكون واحد. إن الحق أنطقها والباطل أخرسه. اللي قال المامون جابوا له ولدو خاصم مع شي مرات دار لها شي أرض، وهي كتكلم بقوة وهو كيتلجلج، وقال لها واش كتقولي هذا الشيء بناء أمام ابن أمير المؤمنين؟ شي واحد من الأعوان ديالو قال له اسكت، إن الحق أنطقها والباطل أخرسه. اللي معاه الحق معاه الحق، والحكومة تطالب بالحق ديالو وتعطيه على قدر المستطاع. ما يمكنش نلبيو الطلبات ديال كلشي الناس، ولا العجز والاختلالات اللي مرات خلال 50 سنة فمازال ما كملناش الشهر ديال من 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 التنصيب ديالنا في البرلمان. ولكن في نفس الوقت راه ما يمكنش نسيروا الحكومة ديالنا ونسيروا المشروع ديالنا والبرنامج ديالنا بالضبط. حنا جينا باش نخدموا البلاد ونعطيو لكل ذي حق حقه، ولكن في منطق يعني الانصاف، ماشي في منطق يعني الخضوع للضغط. ان هذا وهذه القضيه هذيك راه هي بحد ذاتها في البرنامج ديالنا اللي رحناها ولات ميزان بيننا وبين المواطنين، ولات ميزان بين المواطنين مع بعضهم البعض،
وبين الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين كان حقوق المربح القضية كيرتاح لها الجميع. يرتاح لها الجميع. أنا كنستقبل الناس وتنقل لهم الحاجة اللي عندهم الحق من قبل الحق والحاجة اللي حتى نقول ما عندوش الحق وتنأخذ عليهم الآخرين وتنشوف باللي في المجمل ديالهم تيكونوا فرحانين تيقول لك كنتي معقول معنا ما مشيتي لا هكذا ولا ولهذا كنتمنى باش هاد الروح هادي يعني تتمناوها وتمشيو عليها وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون خير كثير ان شاء الله.